الله أن يجعلنا وإياكم موفقين، ونصلي ونسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبارك على نبينا محمد. أكرم بشر، أكرم بشر. أي علم بتاخذه منه هو القدوة، وأي جميل ولا كرامة ولا طيب فيما تسمع وتقرأ الآن منبعه من الله ثم من الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي قدوة لمكارم الأخلاق. أقرأ قبل أيام في قصة لأحد الصحابة. يا أخوان، هذه القصة من أغرب ما تسمع، ولها أهداف وفوائد من تجلس تألف تتعب يدك ما خلصت منها. عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه من الصحابة الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، وحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقربه منه حتى أنه وثق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبح من كتبة الوحي. كان جبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ابن أبي السرح اكتب. فكان يكتب الوحي، أول من يسمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم هو. وفي يوم من الأيام سبحان الله كره الإسلام هذا الصحابي المقرب من كتبة الوحي، ثم ارتد، ثم عاد إلى مكة فعبد الأوثان وأصبح يعاد المسلمين، وإلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. وفي عام الفتح عندما فتحوا مكة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في 13 ثمانية رجال وثمانية رجال وثلاث نسوان، من وجدهم فليقتلهم حتى لو وجدهم متعلقين في أستار الكعبة. خلصوا الفتح، استقرت الأوضاع، بدأوا الصحابة إيش يدورون لهذول ال11 أي هذول اللي يهدر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول حتى لو هم متعلقين في أستار الكعبة يذبحوهم. من ضمنهم ابن أبي السرح. يوم دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه بيته إلا والله أن هذا قدامه في بيته. ليه اختار بيت عثمان؟ ليه ما راح الربعة وجماعته ورفاقته والمحزم اللي له؟ جال عثمان لأن عثمان أخوه من الرضاعة. شوف الأخ، أصبحنا الآن نفرط في أخواننا بسبب كلمة ولا بسبب رسالة. الرجال يرخص أخوه، الرجال يكرم الرياجيل، بطيب ما عنده في إذا جاء أخوه أكرمه من أردى ما عنده. الرجال إذا جاء الرياجيل حط لهم من أفضل العودة ومن أفضل الطيب، إذا جاء أخوه حط لهم من أقرب الشيء. ما يحط له العز لأخوك، صحيح، والطيب لأخوك، صحيح، والتقديم لأخوك. والله الذي لا إله إلا هو، أكبر خسارة يخسرها الرجل أو تخسرها المرأة إذا خسر أخوه ولا أخته، ولا إذا هي خسرت أخوه ولا أخته، هذا أكبر خسارة يعني. واسمحوا لي لاستطرت، عند قصة قد ذكرت هنا أكثر من مرة وسمعناها في مجالسنا والرياجيل ينبهوننا بها. هذاك الرجال اللي البير اللي عندهم كل ما أنزلوا الدلو فيها قطع، وسووا لهم قرعة وقالوا فلان ينزل، وقبل ينزل قال أنا بنزل لكن ما أنزل لو يمسك الرشاء أخوه معكم. قالوا أخوك لو يمسك الرشاء بيرجمبك، إلا بيرجمبك، أنت متعاد أن أنت وياه حول 20 سنة ولا أحد يكلم أحد، ووصلت بينكم حرب وعداوة. قال حتى ولو ما يمسك الرشاء إلا أخوي معكم. وفعلا جاء أخوه مسك. يوم جاء قالوا افزعنا، أنت الشرط اللي ينزل للرجال يفكنا من ذا اللي يقطع له إحباله لأرشا. قال أبشر. ويوم جاء مسك ونزل أخوه، وأنه يلقى له قرد طايح في ذا، وكل ما نزل عليه حبل خاف منه الظاهر القرد وقطع له الحبل، وربي عانه على القرد وحمل القرد في حضنه، وظهر البير راسها صغيرة وفيها شجر. ويوم ظهروا الحبل أول ما طلع لهم راس القرد فيه غرق وحالتن. يوم شافوا راس القرد اجفلوا كلهم إلا الأخو جالس ماسك رشا. الله. وبعد ما صاح عليهم ورجعوا له وطلعوا قال شفتوا من في وقت الشدايد ما بيوقف إلا أخوك. أحسنت. في وقت الشدايد لا ترخص أخوك. هذا جاء عند عثمان قال أجرني من الرسول، فوالله إني تائب وإني مقر بذنبي وإني أعرف، أجرني من. رجع عثمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، ابن أبي السرح استجار بي، فيا رسول الله بايع فإنه أتى تائب. فما زال به. قال حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم بايعته. رجع إليه وقال: بايعك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه بيده وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينظر إليه، فيقول: يا رسول الله بايعه، يا رسول الله بايعه. ثم ذكر الجميل، الله يجعلنا وإياكم من الناس اللي ما ينكرون الجميل، قال: يا رسول الله، إنه كان له أم أرضعتني وهو من بطنها، فكانت تحملني وتتركه، وكانت تتلطف إلي ولا تتلطف إليه، وكانت تدنيني وتبعده، فاقبله يا رسول الله. تذكر جميل أمه، قال: إن كان أمه تروف بي رف بها الآن. فراف الرسول صلى الله عليه وسلم به ثم بايعه.
وعندما بايعه خرجوا التفت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رأى منكر هذا، فالتفت في الصحابة قال: أليس فيكم رجل رشيد؟ قام وقطع رأسه. قال عباد بن بشر رضي الله عنه: والله يا رسول أن عيني ما برحت عينك، لعلي أراك تومي، بس تومي واحد منا يقوم يقطع رأسه، ولكن ما أومت. قال: ما كان لنبي، ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. ما عندنا نبي يغمز ولا هذه. فعاد ثم حسن إسلامه عاد عثمان، قال: يا رسول الله إن ابن أبي السرح مقر بذنبه، فإذا جاءك فتبسم. قال: أخبره أن التوبة تجب ما قبلها. فرح وتبسم. ثم حسن إسلامه ابن أبي السرح حتى أنه اللي فتح إفريقية، ولا عمر بن الخطاب على الصعيد وعلى النوبة، ثم في عهد عثمان تولى على مصر كامل وفتح إفريقية، والله هدى عليه يده أناس كثير وأسلم، وقيل في السير أنه لم تجد عليه زلة بعد زلة الردة، حتى أنه أصبح في يوم فقال: اللهم اجعل هذا آخر صبح لي واختمه بطاعة. فقيل أنه صلى بجماعة صلاة الفجر في الرملة في ديرة اسمها الرمل، ثم سلم التسليمة الأولى فقبض الله روحه قبل أن يسلم التسليمة الثانية. فلذلك يا أخوان مثل هذه القصص تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل أنه بي 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 لو يعلق بستار الكعبة ثم يعفو عنه. الرجل شوف كيف رجع لأخوه. الأمر الثاني أن لا تغرك نفسك إذا علمك واجد ولا فلوسك واجد ولا أولادك واجد، لا تغرك نفسك بهذا الأمور. هذا كان من المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي وما ملك قلبه. والأمر الثاني إذا شفت صاحب منكر ولا ذا ادع له بالهداية، قل اللهم اهدى، الحمد لله الذي عافانا، ما تدري يمكن هذا إذا قد يتوب وقد ينفع بها الله الأمة. ففي مثل هذه القصص والله أنها تحيي القلوب، وقصص الصحابة والسيرة ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في الكرم والعفو والطيب والمراجل والترحيب والفزعة لجاه المضطر، لجاه الضيف، لجاه المحتاج، ما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا وإياكم ممن يبتدي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك، ووفيت وكفيت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بشرى وشيء يرفع الرأس.